محترم، واحنا معنا على الهاتف كابتن مروان محسن مهاجم النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن مروان. ازيك يا الحمد لله تمام. الحمد لله. احنا عايزين نطمن على اخر استعداداتك ويعني عودتك مره تانية للملاعب هتكون امتى، مدى التعافي اللي حصل من الاصابه، ربنا يشفيك ويعافيك. انا تمام والله، شغال على البرنامج. انا يوم ما عملت العمليه كان بس الناس بتتكلم كتير، وفي يعني انا عايز اتكلم في نقطه برضه، الاستاذ خالد الغندور انا مش عارف هو دكتور ده ولا دكتور ايه، مش بيتكلم امبارح بيقول لك شايفه كتير ومش شايفه بيتكلم كتير، يعني انا مش عايز اتكلم معاه اجيبه ادخله في جمله مفيده، بس انا مش عارف هو بيرغي في ايه يعني. معلش يا كابتن مروان، ما هو في ناس بترغي وهي مش فاهمه. لا لا لا، اصل هو بيتكلم في ايه؟ يتكلم يبقى فاهم، ما يتكلمش هو دكتور عشان يتكلم. ما انت عارف احنا بلد الفهلوه يا كابتن مروان، احنا بلد الفهلوه. فحاجه صعبه ان اخ خالد غندور ده بيتكلم في اي حاجه، فيا ريت يعني يبقى عنده دقيق في الكلام اللي بيتكلم فيه وبعد كده يتكلم صح. يعني انا مش عارف هو بيتكلم بناء على ايه، يقول لا، لك وكان ممكن، كان ممكن يا كابتن مروان يسال احد وعمليه الدكاتره. اول اثنين. لا انا عامل عمليه 21/2، انا مش عارف، الناس صعبه قوي في مصر يعني، انا مش عارف والله هو معلش يا عارف كابتن بيتكلم مروان يقول ايه مش بصراحه. لاقيين حاجه يا كابتن. لا لا حاجه فا يعني مش عارف. لا طيب انا تمام شغال والله في البرنامج الحمد لله، وركبتي الحمد لله زي الفل وماشي على البرنامج بتاعي. طيب كابتن مروان، لما ذهبت الى المانيا اخر النصايح اللي اداها لك الاخصائي الالماني كانت ايه؟ هو ما قال لي يعني انت هتجيلي في شهر، قال لي ما تجيليش في شهر. الو؟ ايوه يا كابتن اتفضل. لا ما فيش، هو بيقول لي ما تستعجلش عشان هو حاسس ان انا عايز ارجع بسرعه، وعايز هو قال لي الاصابه دي ما استعجلش فيها، هو شافني بس متاثر طبعا. اخر سفريه سافرتها دي كنت متاثر عشان انا كنت عايز ارجع العب والعب مع الاهلي ومع المنتخب، بس هو قال لي ما يعني ما تستعجلش، وان شاء الله يعني هجيلي في اخر 10 هنا، وبعد كده تنزل في اول نوفمبر كده ان شاء الله مع الفرقه يعني باذن الله. بإذن بس الله. انا ماشي على البرنامج، ويعني طيب هل بركز في، معاه حاجه بتتكلم، طيب الناس ما بتتكلم كتير كابتن مروان بس حاجه صعبه. هل في تواصل دائم ما بينك وما بين طبعا اكيد دكتور خالد محمود ودكتور هاني اخصائي التغذيه، خاصه ان انت ليك برنامج خاص، ده اللي انا عرفته من اجل تجهيزك؟ انا ماشي البرنامج باخده معايا، برنامج ماشي بيه من المانيا طبعا، وماشي بيه طبعا كل حاجه بعملها وماشي بيها الحمد لله، ومشي كويس لحد دلوقتي الحمد لله، ماشي لحد اخر شهر 10، وان شاء الله باذن الله ارجع الملاعب اكون احسن انا وافضل يعني. وده انا شايف حاجه كويسه ليا يعني، مش طالبه عايز اتربى، ممكن انزل لا قدر الله يحصل حاجه. هو طبعا الدكتور طبعا شايف الاصلح، وهو دي يعني ده الاحسن يعني ليا. طيب كابتن مروان، اكيد شفت فاينل كاس، اكيد كنت متاثر وكنت كنت موجود في الاستاد وباين عليك التفاعل، يعني قول لنا كده اللحظات بتاعت التعادل ولحظات الفوز كنت عامل ازاي فيها في الملعب؟ اه طبعا اول ما جيت في نفسي طبعا بقى كان قاعد على، بس انا عندي ثقه في اللعيبه، هو طبعا في النادي الاهلي متعودين على الحاجات دي طبعا اللي احنا بنلعب داخل دي، او كان عندي ثقه في اللعيبه كلها طبعا، اللعيبه كلها كانت رجاله، والحمد لله قدرنا نجيب هدفين في وقت قليل جدا، وده موجود في النادي الاهلي طبعا يعني، الروح الموجوده في اخر دقيقه، والحمد لله قدرنا نتوج بطوله الكاس يعني الحمد لله. كابتن مروان، كابتن حسام البدري اكيد دائم التواصل معاك واكيد بيتفاعل مع الدكاتره وبيتواصل معاهم يعني بحالتك، برضو اكيد نصحك ان انت ما تستعجلش في العوده. هو طبعا كابتن حسام على طول بيتكلم معايا طبعا، بيتكلم معايا وبيقول لي ما تستعجلش، هو حاسس ان انا عايز ارجع بسرعه، وقال لي لا ما تستعجلش لازم تمشي على كلام الدكتور، وانا بنفذ كلمات الدكتور طبعا وماشي عليها الحمد لله، وان شاء الله خير يعني الفتره الجايه ليا بس. طيب قبل ما اختم معاك كابتن مروان، حابب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ ماتش قوي امام الترجي في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. والله اللعيبه كلها طبعا عارفه اهميه الماتش طبعا، مش محتاج انا اتكلم طبعا، اللعيبه كلها رجاله ولعيبه لعيبه كبيره جدا في النادي الاهلي طبعا، وان شاء الله باذن الله نعدي، وباذن الله يبقى موفقين في الماتش ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيه يعني باذن الله. طب وماتش اوغندا برضو لقاء هيبقى فيصلي بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه ماتش للمنتخب. اوغندا منتخب؟ اه المنتخب هو اللعيبه طبعا، اللعيبه كلها المنتخب طبعا بيختار لعيبه كبيره طبعا، واللي هي اللي عارف الاسلوب اللي بنلعب بيه وكده، فان شاء الله اللعيبه دي كلها رجاله وعندها خبرات، وان شاء الله نعدي باذن الله الماتشين باذن الله على خير ان شاء الله، ده هيكون خطوه ايجابيه لينا ان شاء الله في كاس العالم يعني ان شاء الله. طيب انت هترجع امتى تاني المانيا يا كابتن مروان؟ انا في اخر 10 يعني، في اخر 10 دي هتبقى يعني اخر، ممكن نقول اخر فحص.
اخر 10، المفروض اخر اخر بحث قبل ما انزل يعني. المفروض انا بشتغل كل حاجه دلوقتي لحد ما اوصل لفورمه عاليه، بس كله شغال لوحدي. بعد كده اسافر، بعد كده اول ما ارجع انزل مع الفرقه على طول، انا اخش مع التدريب الجماعي وكده. بس اريد الناس يعني الناس اللي تكتب اي حاجه تبطل فاتي، وانا عشان الواحد خلاص يعني. هي الرساله وصلت يا كابتن مروان. يا ريت الناس تسيب الواحد يشتغل ويركز في شغله، ما مش كل حد بقى ما عنديش اي حاجه يتكلم فيها بيتكلم عليا، او اللي هو يتكلم باي اسلوب. يا ريت الناس تهدى شويه. بس انت يا كابتن مروان برضو ما شاء الله عندك خبرات وعندك ثقه في نفسك وشايف الدعم. فما تركزش يعني، ما تركزش مع كلامك يا كابتن مروان. احنا هنا بتوع كلام بس يا كابتن مروان، احنا هنا في مصر بتوع كلام. انت مالك، انت بتتكلم هنا كتير ولا مش كتير؟ انت مالك انت؟ ماشي. شغلك ولا ما بتتكلمش كتير يعني. كابتن مروان اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تعود في اسرع وقت ممكن لصفوف النادي الاهلي ومنتخب مصر مره ثانيه. ده كان حوارنا مع نجم من